Ανοίξτε τα όλα να τα λέει καλά! التاريخ لا يعيد نفسه ولكنه على نفس القافية. قول لمارك توين سنختبره من خلال العودة إلى كيفية ولادة نظام الفساد والزبائنية من رحم أزمة مالية مفتعلة قبل نحو 3 عقود. مقارنة بكيف يعتمد التاريخ القوافي نفسها اليوم مع انهياره. عام 89 وصل رئيس المجلس النيابي حسين الحسيني إلى مدينة الطائف السعودية، وملؤه رضا من كون الجهد الذي بذله لصياغة نص التسوية السياسية سيقر أخيرا ليصبح منطلق تعديلات دستورية تعلن عن جمهورية جديدة تنهي الاقتتال بعد 15 عاما. ليس أمامنا إلا خيار واحد، وهو غير أن جمهورية الطائف لم تدم لأكثر من 3 سنوات عند انقلاب أمراء الحرب عليها. كيف حصل الانقلاب؟ اتفاق الطائف سيتحول إلى مؤامرة الطائف. مع اتفاق الطائف وقع في 22 تشرين الأول عام 1989، لم تنتهي الحرب فعلياً إلا نهاية عام 90 بعد سنة. في هذه السنة أحداث كبرى في العالم والمنطقة أدت إلى عدم فشل الاتفاق على غرار عدد غير قليل من اتفاقيات إنهاء الاقتتال التي لم تبصر النور واقعيا، آخرها كان الاتفاق الثلاثي عام 1985. فبعد أقل من 2 شهر على توقيع الطائف جاء انهيار جدار برلين ليطلق العصر الأمريكي في العالم مع انتهاء الحرب الباردة وانهيار الاتحاد السوفيتي رسميا في كانون الأول عام 1991. أقليميا انعكس العصر الأمريكي في اجتياح العراق في 2 آب 1990، أيدته كل من سوريا والسعودية، وذلك إلى جانب الضغط الأمريكي على مختلف الدول العربية للسير في مبادرة السلام في مؤتمر مدريد بحضور سوري لبناني. هذا التغير في بنية النظام الدولي انعكس إطلاقاً ليد سوريا في لبنان بمباركة أمريكية وسعودية، ومع هذه التغيرات الكبرى بدأ مسار تغيير أهل السلطة في لبنان من أهل الطائف إلى أهل الانقلاب عليه. عم ناشد وخاصة الرئيس كرامي إنه هذا الأمر ما عاد يتحمل، ما عاد يتحمل، إما تحترم هذه القرارات وإما يصير في تنفيذ حقيقي وإما فورا يقدم استقالته. بدءا من اغتيال رئيس الجمهورية المنتخب حديثا رني معوض واستبداله بالياس الهراوي أولى دعائم الترويكا القادمة. قبل إقرار التعديلات الدستورية التي أنهت الحرب عام 89، مدد المجلس النيابي ولايته حتى نهاية عام 94، تفصيل مهم لفهم حقيقة الانقلاب. في 21 أيلول 1990 أقرت التعديلات الدستورية التي اتفق عليها في مؤتمر الطائف لإنهاء الحرب، تعديلات أتت لتقول أن لبنان في مرحلة انتقالية تنطلق من مجلس نيابي منتخب على أساس طائفي غايته إلغاء الطائفية وفق خطة مرحلية وإنشاء هيئة وطنية مهمتها تقديم اقتراحات للمجلس النيابي بهذا الشأن. إدارة المرحلة الانتقالية جاءت من أهل الطائف أنفسهم، حسين الحسيني رئيساً للمجلس وعمر كرامي رئيساً للحكومة، إدارة كانت تثير غضب الثنائي المتربص بهم نبيه بري وولي جملاط. مهما حاولوا ترميم هذا النظام
إن في الطائف أو في غير الطائف، فقد سقط نظام الطائف إلى الأبد. في 7 حزيران 1991 صدر مرسوم بتعيين 55 نائبا إضافيا في المجلس النيابي من دون انتخاب، تستمر ولايتهم حتى انتهاء ولاية المجلس عام 1994، وذلك بهدف ملء المقاعد النيابية الشاغرة بسبب وفاة عدد من النواب خلال سنوات الحرب، والمستحدثة بفعل زيادة عدد المقاعد النيابية لتصبح 128 نائبا. غير أن أشهر قليلة مرت على هذا التعيين حتى بدأ الانقلاب على الطائف من قبل أمراء الحرب تمهيدا لقيام نظام سياسي آخر غير مكتوب. نهاية عام 1991 أقر المجلس النيابي زيادة في رواتب القطاع العام بنسبة 2.5 ضعف لما هي عليه، بما عزز الكتلة النقدية بالليرة اللبنانية بشكل ملحوظ. وإذ توازياً وبعد أسابيع بداية إشباط، يعلن حاكم المصرف المركزي ميشيل خوري بشكل مستغرب توقف المصرف المركزي التدخل لدعم استقرار سعر صرف الليرة اللبنانية ليتسارع بشكل جنوني انهيارها مقابل الدولار من 800 ليرة للدولار الواحد وصولا إلى 2850 ليرة للدولار. ما بعتقد أنه على المدى الطويل بيأثر شو مستوى سعر الليرة، سعر القطع. على المستوى الطويل المهم أنه تبقى الليرة ثابتة مهما كان مستواها. طرح وقتها إقالة حاكم المصرف المركزي، ولكن السلطة السياسية امتنعت. أسابيع قليلة أخرى تمر قبل قيام تظاهرات في 6 أيار عام 1992 بدعوة من الاتحاد العمالي العام، خرجت عن إطارها للتحول لما عرف يومها باسم ثورة الدواليب عبر إغلاق الطرقات وحرق الإطارات وغيرها من المظاهر التي نألفها جيدا. استقالت حكومة عمر كرامي تحت الضغط مع اتهامات لقيام بعض المصارف والمتمولين بالمضاربة على الليرة. ما الحل المقترح لمعالجة هذه الأزمة إذن؟ تكليف رشيد الصلح رئاسة حكومة لستة أشهر بهدف إجراء انتخابات نيابية مبكرة. كلفني فخامة رئيس الجمهورية الأستاذ الياس الهراوي بأن أشكل الحكومة. 6 أشهر مرت، حصلت الانتخابات النيابية وانتهى بها الانقلاب. فبعد إزاحة كرامي من رئاسة الحكومة، أزيح حسين الحسين من رئاسة المجلس النيابي لتدشين الولاية اللامتناهية لنبيه بري في رئاسة المجلس. ووصول رفيق الحريري إلى رئاسة الحكومة لينخفض سعر الدولار فورا من 2850 ليرة إلى 1838 ليرة بسحر ساحر. هكذا حصل الانقلاب على اتفاق الطائف، وعوض أن تحكم الدولة بمندرجات دستورها حكمت بما عرف يومها بالترويكا، وأركانها رفيق الحريري، نبيه بري، والياس الهراوي شكلا وللجملات فعلا، بمشاركة عدد من أمراء الحرب والمال تأسيسا لنظام الفساد والزبائنية عبر نهب الدولة وتوزيع منافعها. أرجو من الله بعد اتكالي على الله أن يوفقني. أنا عارف خطوة صعبة لإداء هذه المهمة الصعبة. طبعا مهمة صعبة. كثيرة هي أوجه الشبه والتقاطعات بين ولادة هذا النظام وسقوطه، غير أن الفارقة أن يومها كان هناك من هندس الانهيار وأداره للقبض على السلطة، أما اليوم فما أسوأ من الأزمة إلا إدارة أولئك للأزمة. خلص الجنرال مسمم بده يلغينا. أهلا وسهلا جنرال.
عوض إنهاء الحرب ببناء الدولة، أنهى أهل الميليشيات الحرب باحتلال الدولة. بداية، وعلى الرغم من إشارة الدراسات الاقتصادية التي اعتمدتها الحكومة على تفشي البطالة المقنعة في إدارات الدولة مع نهاية الحرب الأهلية، كان شرط الميليشيات الأول لاستبدال البزة العسكرية بربطة عنق إدخال عناصرهم في القطاع العام وخصوصا العسكري. بعد التخلص من إشكالية كيفية التصرف مع مقاتليهم مع انتهاء الحرب، الشرط الثاني كان توزيع الحصص، وهنا تحولت الدولة إلى ATM وتغطية استباحة مال الناس طبعا عبر خطابيات حقوق الطوائف. ولذلك هذه حرب ضد الشيعة، ما حنا بزايد عليكم إسلاميا، أنتوا أبناء موسى الصدر، الله على محمد، أنتوا أبناء أبي ضار، أنتوا أبناء علي. بعد عن توظيف الأزلام وتوزيع التلزيمات على المحسوبيات، ذهبت سوليدار ومجلس الإنماء والإعمار وسوكلين إلى رئيس الحكومة القادم حديثا وقتها رفيق الحريري ومقربيه. في المقابل، مجلس الجنوب والتوظيف والشراكة بالتلزيمات عند رئيس المجلس النيابي المعين حديثا نبيه بري، صندوق المهجرين وتوظيف وتلزيم عند السوبر نائب ووزير وثالث دعائم حكم الترويكا وليد جنبلاط، إضافة إلى خدمات أخرى وتوزيعات أخرى لمجموعة من زعامات الصف الثاني المحظيين محليا أم خارجيا، من تلزيمات الاتصالات بين عائلتي دلول وميقاتي إلى شركات تمتد من آل المر إلى آل عيتاني. ولأن كل من ميشيل عون، سمير جعجع وأمين جميل بشكل أساسي أخرجوا من المعادلة، ولد ما سمي وقتها بالإحباط المسيحي. شو سبب الإحباط المسيحي برأيك؟ إحباط المسيحي أنه اللي كان عم بيخذهم أمين جميل عم بيخذهم رفيق الحريري. بمقتضى هذه الآلية، تجبي الدولة من الناس الضرائب والرسوم وتوزعها منافع للزعماء وأزلامهم الذين وبعد اقتطاع حصة شخصية يقومون بدورهم بتوزيع الباقي مقابل شراء الولاء السياسي لتأمين بقاء هؤلاء في الحكم. هكذا بنيت الحلقة المفرغة بين قوى الحرب والمال باسم الطوائف حتى الفلس الأخير. غير أن مشكلة كبيرة سارعت إلى اعتراض مشروع احتلال الدولة هذا، والمشكلة هي أن أي دولة لا يمكنها استيعاب نفقات بهذا الحجم. مع ذلك كان الحل بسيط، ليس وقف هذا الإنفاق وترشيده وفق المصلحة العامة، بل على العكس تماما، تأمين استمرارية آليات منظومة الحكم والإنفاق بالدين. بأقل من 5 سنوات قفز حجم الدين العام 11 ضعفا، من 1,500,000,000,000 دولار كدين عام عام 92 إلى نحو 18 مليار دولار عام 1998. قبل خروج الجيش السوري من لبنان عاد أمين الجميل وبعده ميشيل عون، قبل خروج سمير جعجع من السجن عاد أولئك وزال الإحباط المسيحي بمجرد جلوسهم إلى طاولة التوزيع نفسها لخوض معارك الحصص والتوظيف والتلزيم. وكمان من ناحية النسبية بالتعاطي معنا، كمان كانوا رافضين أن يحترموا النسبية اللي نحن بنمثلها.
من أين نغطي الإسراف الإضافي؟ بالدين من جديد. بين عام 2005 و 2019 قفز الدين العام من جديد من 33 مليار دولار إلى 90 مليار دولار، وفيما عدا التوزيع من المال العام لا وظيفة أخرى لدى الأحزاب سوى التعطيل، فإما التوزيع للجميع وإما لا توزيع لأحد، والأمثلة كثيرة. هو اللي عم بيعرق الحكومة، جشعه اللي عم بيعرق الحكومة، طمعه اللي عم بيعرق الحكومة، حتى ولو كان الموضوع من أساسيات العيش. إما سكلين خاصة لكل فريق أو نفايات في الشارع، إما معمل كهرباء لكل فريق وإما لا كهرباء من أصلها، إما التوظيف للجميع وإما تعليق أي وظيفة، لأنه كل السياسيين شاركوا بإدخال هؤلاء الناس إلى الإدارة. يلي شاركوا بإدخال هالناس للإدارة أنتوا ما فوتوا؟ ولا واحد. وبدي أقول أنه هذا الكلام منه كتير دقيق، لأنه القوات اللبنانية فوتت. كم شخص؟ 42 واحد. كم شخص تيار الوطن الحر كان عنده وكم شخص تيار المستقبل عنده؟ ما حخاف من أي سؤال. يلا أعطيني الأعداد طالما على بعض. عندك 124 لتيار المستقبل، لتيار الوطن الحر، نعم. وفي عندك 200 لتيار المستقبل، نعم. بس في 42 قوات لبنانية فاتوا على عظيم. إما أوتوستراد بيروت خلد الجنوب بالتوازي مع أوتوستراد بيروت جوني طرابلس، أو لا طريقة لأحد. وسمي كل هذا عيش مشترك. بعد إحلال السلم الأهلي بالرشوة للزعماء عبر توزيع العمولات والتلزيمات والصناديق والتوظيفات عليهم من خلال مراكمة الديون، لم يطل الأمر بالبنيان المالي للدولة بعد أقل من 5 سنوات على تنفيذ الانقلاب السياسي عام 1992. أعلن عن استقالة الحكومة داعيا الجميع إلى وقفة ضمير. رهان على السلام الآتي في المنطقة لإطفاء كل الديون سقط مع اغتيال رئيس الوزراء الإسرائيلي إسحاق رابين في 24 تشرين الثاني عام 1995، ليخلفه لمدة 8 أشهر شيمون بيريز، خلالها أطلق حرب عناقيد الغضب على لبنان في نيسان 1996، ليخلفه الأكثر تطرفا حتى بنيامين نتنياهو. عام 97 اجتمعت مجموعة أزمات من مراكمة الدين العام وازدياد العجز في الموازنة إلى شح احتياط العملات الأجنبية في مصرف لبنان وتهديد استقرار سعر صرف الليرة من جديد. ومع تهديد سعر الصرف راحت المصارف تمانع إقراض الدولة بالليرة اللبنانية خوفا من خسارة هذه الأموال قيمتها. وإلى جانب هذه الأزمات وبنتيجة معارضتان واجههما الحكم تصاعديا، الأولى غير كبيرة العدد في المجلس النيابي. خلصني بقى. لك لحظة يا لك لحظة. من خلال معارضة مسار الحكم برمته، والثانية أكبر حجما في الشارع بقيادة الاتحاد العمالي العام الذي كثف من تظاهراته ورفع نبرتها. كيف واجهت المنظومة هذه الأزمات لتطيل عمر النظام 22 عاما إضافيا؟ على الفور التأم أركان الحكم أو ممثلين عنهم في منزل رفيق الحريري في فقرة، فيما عرف لاحقا بخلوة فقرة.
بحضور وزير المال فؤاد السنيورة وحاكم المصرف المركزي رياض سلامي وجمعية المصارف وعدد من الاقتصاديين، واتخذت على إثر هذه الخلوة سلسلة من الإجراءات. أبرزها الخيارات التقشفية السريعة: أولاً، وقف أي زيادة على الأجور في القطاع الخاص وسلسلة الرتب والرواتب في القطاع العام. إن الوضع الراهن لم يعد يتحمل الانتظار. وهما قراران استمر مفعولهما حتى عام 2012 بالنسبة للقطاع الخاص و2017 للقطاع العام. ثانياً، وقف النفقات الاستثمارية في الموازنة العامة، وهو قرار من أبرز نتائجه ازدياد التقنين في ساعات التغذية الكهربائية بشكل كبير، بعدما كنا اقتربنا من تغطية 24 ساعة على 24. فنحن وعدنا الشعب بأيار تتحسن ساعات التغذية بنتيجة وقف صيانة وتطوير المعامل لتواكب الزيادة على الطلب. أما القرار الأصعب على البنية الزبائنية التي يحتاجها الزعيم، فهو قرار وقف التوظيف في القطاع العام. شكراً دولة الرئيس تبيه بره. شكراً دولة الرئيس تبيه بره. غير أن الحربقة اللبنانية لا يستعصي عليها فساد، فكما كرروا أنفسهم بالتوظيف غير القانوني عام 2017 فعلوا يومها. أولاً، من خلال استثناء قطاعي الأمن والتعليم من موجبات القرار لينتفخ حجم القطاعين ليصبحوا يضموا أكثر من 200,000 موظف. وثانياً، في الإدارة الاستعاضة عن التوظيف في ملاك الدولة باختراع أشكال من التعاقد غير القانونية تحت مسميات مياوم ومتعاقد في الساعة وغيرها، لتستمر مكينة التوظيف للأزلام على حساب المال العام. ولكن مع حربقة كهذه لا تكون قد عالجت شيئا من الانهيار، فكان لابد من العودة إلى الاستدانة، ولكن هذه المرة بالدولار الأمريكي وبأرقام كبيرة بدأت من عام 1998، فيما لا مدخيل للدولة بالدولار حتى تتمكن من سداد هذا الدين لاحقا، وبذلك زرعت بذرة الانهيار الكبير عام 2019. أما بالنسبة إلى المعارضة، فأسكتت تلك السياسية في المجلس النيابي من خلال قانون غازي كنعان الانتخابي عام 2000 الذي أقصى أغلب الوجوه التي شكلت أرقاً للسلطة، فيما في الشارع مورس القمع مع الاتحاد العمالي العام، توازياً مع اختراع عدد كبير من النقابات الوهمية لتستحصل على أصوات في انتخابات الاتحاد العمالي العام، فيتم التخلص من رئيسه الياس أبو رزق، وهو أمر حصل على مرحلتين: الأولى بانقسام الاتحاد بين رئيس شرعي وهو أبو رزق عام 1997، وثان منتخب من نقابات السلطة برئاسة غنيم الزغبي، قبل التخلص الكامل من أي صوت معارض مع وصول غسان غصن لرئاسة الاتحاد عام 2000. هكذا واجه الزعماء الانهيار الأول برميه إلى الأمام وبأكلاف هائلة وبعبقرية إجرامية شعارها اشتري الناس من مالهم حتى إفلاسهم. صوت مع التصويت لكن مع إعطاء الفرصة، لأنه هذه بتوصلنا لكارثة. إعطاء الفرصة للرأي العام يعرف مين صوت مع ومين صوت ضد. ما فيني عم صوت على مليارين دولار. أنا عم صوت، أنا مش عم بشتغل للرأي العام، عم بشتغل الآن للرأي العام ولغير الرأي العام، عم بشتغل نظام داخلي، نظام داخلي إذا بتريد. إذا بتريد مش ملخصين اللي عم بيطلعوا الدولار هلا. بعد اول ازمه ماليه حاده عام 97 والتستر عليها عبر الاستدانه بالدولار، مع ما سينتج عن ذلك من كوارث تاريخيه على الاجيال اللاحقه عوض معالجتها من خلال اصلاح بنيوي ومستدام، لم يطل امد هذا التستر عن واقع الازمه طويلا،
مع شح إضافي للدولارات في المصرف المركزي من جديد عام 2001، وذلك مع استمرار السياسة المرتكزة على تثبيت سعر صرف الليرة وفتح السوق اللبناني أمام الاستيراد، الأمر الذي دمر القدرات الإنتاجية المحلية. أمام هذه الأزمة المتجددة من جديد وللمرة الثانية، عوض الذهاب إلى العلاج أتت المعالجة بالتستر وبرمي الانهيار إلى الأمام، ولكن هذه المرة من خلال دعم خارجي مع استحالة استمرار العلاج المحلي بالاستدانة مع نضوب العملات الأجنبية من السوق اللبنانية. جينا بعد سنتين وجدنا أنه الدين 24 مليار. أتى مؤتمر باريس 1 عام 2001 بمحاولة لإعادة الثقة باقتصاد لبناني تبين بعد أشهر قليلة أنه عصي على الاستنهاض بالدعم الكلامي. فانعقد بعد أشهر قليلة مؤتمر باريس 2 عام 2002 بتفاهم فرنسي سوري سعودي ضخ نحو 4.5 مليار دولار أمنت عدم انهيار الهيكل المالي للسلطة في لبنان. Tant souhaité permettra au Liban et à la Syrie d'harmoniser leurs relations et de mener à terme le retrait complet des forces syriennes de votre pays conformément aux accords de Taif. من جديد، وعوض استخدام هذه الأموال لوقف الاستدانة بالدولار ودعم الصناعة والتخفيف من الاستيراد وإجراء إصلاحات في المالية العامة ومصرف لبنان والمصارف، استخدمت هذه المليارات لتعميق الخلل، فاستؤنف التوظيف الزبائني في الدولة والإنفاق غير المتناهي في صناديق الإنماء والإعمار والجنوب والمهجرين وغيرها، والتلزيمات للمحاسيب والاستدانة بالعملات الأجنبية بفوائد مرتفعة لمصلحة المصارف، وخفضت الرسوم الجمركية لتعزيز الاستيراد. غير أن الحرب الأمريكية على العراق وتبدل الموقف الفرنسي ومعه السعودي من معترض على الحرب إلى شريك فيها بخلاف سوريا، حول البلد من نقطة التقاء إقليمي أمن الغطاء لأمراء الحرب والمال إلى مركز صراع مع القرار بعزل سوريا من قبل شركاء الأمس وصدور القرار 1559. صراع شهد على تفجيرات واغتيالات أبرزها لرئيس الحكومة السابق رفيق الحريري، وأدى بنتيجة الأمر إلى خروج الجيش السوري من لبنان في نيسان عام 2005. سنقوم بسحب قواتنا المتمركزة في لبنان بالكامل. وبقاء أمراء الحرب والمال قيمين على السلطة في لبنان بعناوين واصطفافات جديدة. يا قردا لم تعرفه الطبيعة. وشركاء جدد من دون أي تغيير في آليات الحكم نفسها بالتوزيع والمحاصصة. لكن السؤال، إذا استمرت الآليات نفسها، كيف استطاع لبنان تأخير انهياره المالي الكبير حتى عام 2019؟ الإجابة في الجزء المقبل، وهو يقع بين الإجرام وبعضا من الحظ. إذا كان توزيع زعماء الحرب والمال للمال العام والتلزيمات والوظائف على المحاسيب والناس مقابل الطاعة والولاء عبر الاستدانة آلية عمل النظام السياسي في لبنان أيام الرعاية السورية لأطرافه، وضعت هذه الآلية عينها على المنشطات بعد خروج السوري. كنت صريح أنا بهذا الموضوع، من حضر السوق باع واشترى. لك صراحة كنت دائما أقول قبل ما أوصل لأي وزارة أو لأي شيء إنه إذا الأمر يتعلق بحصص مضطر إني أنا أدخل بحصة. في
فإذا استثنى السوري آليات التوزيع عن الأجهزة الأمنية والقضائية التي أرادها تحت الإدارة الحصرية له بلا شراكة قبل انسحابه، امتدت يد الزعماء بعد الانسحاب إلى ما تبقى من هيكل الدولة ومؤسساتها المريضة. نحن مطلبنا بدنا وزارة سياسية خدماتية، فأصبح لكل زعيم جهاز أمني تابع له من المؤسسات الأمنية الرسمية، ووزعوا على أنفسهم القضاة من خلال تحاصص التعيينات، وتفاقم التبذير في الإنفاق مع وقف إقرار أي موازنة منذ عام 2005، ومعها قطعات الحساب التي توفر إمكانية مراقبة أين تنفق الأموال العامة. سنتان من نهج ما تبقى من جيفة مؤسسات الدولة كان كافياً للجوء من جديد إلى الرئيس الفرنسي جاك شيراك في آخر أشهر عهده نهاية عام 2007، وعقد مؤتمر باريس 3 لانتشال أهل الحكم في لبنان من جديد في وقت كان قد وصل الدين العام إلى 41 مليار دولار، فيما حجم كل الاقتصاد كان نحو 23 مليار دولار. حمل باريس 3 تعهدات مالية بقيمة 7.6 مليار دولار، لكن هذه المرة أغلب هذه التعهدات أتت مشروطة بإصلاحات لم تتحقق، ومع عدم تحقيقها أغلب هذه الأموال لم تصل إلى لبنان في نسق ينبئ بما حصل في مؤتمر باريس 4 أما سمي سادر بعد 11 عاما. سادر بيخلق كل سنة 90,000 فرصة عمل للشباب والشباب. مع انهيار الأمال المعقودة على باريس 3 لإنقاذ أهل الحكم، تدخل الحظ هذه المرة لإنقاذهم وإطالة عمر النموذج التوزيعي للحكم نهاية عام 2008. بين الانهيار العالمي الذي دفع بالعديد من اللبنانيين في الخارج كما بعض الأجانب إلى تهريب أموالهم من المصارف الغربية المهددة إلى لبنان، إلى جانب الارتفاع القياسي لسعر برميل النفط لما يفوق 140 دولار للبرميل الواحد، ما أدى إلى فوائد مالية كبيرة في الخليج، تمكن لبنان من اجتذاب جزء منها من خلال رفع الفوائد ودعم المضاربات العقارية كما المال السياسي إلى لبنان. الانهيار العالمي وأسعار النفط عاملان أساسيان أديا إلى دخول لبنان بين عامي 2008 و2012 نحو 50 مليار دولار. مرة جديدة عوض استخدام هذه الأموال للتصحيح المالي والاقتصادي، خفضت الفوائد على القروض لتمويل الاستهلاك، وارتفع الإنفاق الحكومي على التوظيف والتلزيم إلى مستويات قياسية. مع بداية الربيع العربي عام 2011 وما رافقه من أحداث وصراعات في المنطقة، ومع ضمور مفاعيل الأزمة المالية العالمية التي انطلقت قبل 3 أعوام، بدأت نهاية حكاية النظام الاقتصادي اللبناني مع خروج مستدام للدولارات من لبنان، حيث أعيدت الأموال التي هربت إليه بعد انهيار 2008 إلى حسابات مصرفية خارج البلاد، وعادت أسعار النفط إلى الانخفاض، كما وتحول المال الخليجي إلى الإنفاق في صراعات المنطقة الملتهبة من تونس إلى العراق. بين عامي 2011 و2018 خسر لبنان الذي أصبح مدمناً على اجتذاب الدولار لاستمرار قدرته على الاستدانة والاستهلاك وتثبيت سعر الصرف 16 مليار دولار إلى الخارج. أصبح الموت قريباً إذا لم يدخل المريض إلى غرفة العناية الفائقة لمعالجة طارئة وفورية، فيما أهل الحكم قد تمرسوا في الرقص على قبور طاولات حوار تروح وطاولات أخرى تجيء، تتحدث في كل شيء إلا في الجثة الملقاة
تحت أقدامهم. في ارتياح عام بكل المصادر المالية. قدر هو أنه يحسن الليرة اللبنانية. التبشير بأن الاقتصاد على باب الانهيار وهذا خطأ. بعد 5 سنوات من نسف نحو 10 مليارات دولار إلى الخارج، كان السياسيون في لبنان عام 2016 يتجادلون في جنس الملائكة في إيران والسعودية وسوريا واليمن وأي بلد على خريطة الكرة الأرضية إلا ذلك الذي ائتمنوا على حكمه. وفيما البلاد مقبلة على انهيار غير مسبوق في التاريخ، وصل التعطيل إلى أقصاه من فراغ رئاسي وتعطيل انتخاب رئيس جديد إلى تعطيل حكومي، حين اتفق على أنه بغياب رئيس الجمهورية أي قرار للحكومة يحتاج إلى توقيع كل وزير فيها، وإلى تعطيل الانتخابات النيابية بين عامي 2013 و2018 بثلاث تمديدات قررها مجلس النواب لنفسه، مع تورع دائم لدى مصرف لبنان والمصارف على الاستمرار بإقراض الدولة وتمويل تبذيرها لما تبقى من دون أي قيد أم شرط، تنفيذاً لتبادل الخدمات منذ عقدين بين الثلاثة. مع بداية المؤشرات المالية عام 2016 بالإشارة إلى اقتراب نفاذ احتياطي المصرف المركزي بالعملات الأجنبية، تبرع حاكم المصرف رياض سلامي للقيام بما أسماه بالهندسات المالية لاجتذاب دولارات جديدة تطيل عمر النظام قدر المستطاع. هالهندسة شو قالت؟ قالت نحن بناخد دولارات من السوق، البنك اللي بيجيب لنا دولارات بنفتح له مجال يعمل عملية حدة على سنداته بالليرة اللبنانية. نعم. والهندسات ليست سوى عمليات مالية تقول بنتيجتها بأن لكل من يؤمن دولارات جديدة للمصرف المركزي ربح يفوق 32% على دولاراته، عمليات فاقت قيمتها 12 مليار دولار في الأشهر التسعة الأولى من عام 2016، وأمنت أرباحا صافية أغلبها للمصارف فاقت 5 مليار دولار في تلك الفترة فقط. أين أنفقت هذه الأموال التي أتت بهذه الأكلاف الباهظة؟ الرواية نفسها محاصصة، تلزيمات، توظيف زبائني، تثبيت سعر صرف، واستيراد وصلت قيمته السنوية إلى 20 مليار دولار تخرج من البلد، فيما التصدير لا يدخل في المقابل إلا نحو 3 مليارات دولار. وفيما كل هذا يحصل، النقاش السياسي في لبنان يتأرجح بين محاصصة النفايات إلى نقاش في العلاقات الدولية. بالتوازي، كانت التسوية الرئاسية بين رئيس التيار الوطني الحر ميشيل عون ورئيس تيار المستقبل سعد الحريري تتحضر، وفي طريقها إلى التحقق قام اتفاق معراب بين التيار والقوات اللبنانية، ليتبين لاحقا أنه اتفاق على تحاصص المقاعد الوزارية والإدارية بعد الوصول إلى السلطة. فإذا أردتم التعرف على المحاصصة بعينها، ما عليكم إلا أن تتذكروا الفقرة جيم من الاتفاق التي نصت على أن تتوزع القوات والوطني الحر المقاعد الوزارية المخصصة للطائفة المسيحية مناصفة والموزعة وفي حكومات العهد كافة. و
وفيما نجاح التسوية الرئاسية بين عون والحريري لاحقا رمت بالحسابات المالية للدولة منذ عام 93 في أدراج ديوان المحاسبة منذ تاريخ إنجازها عام 2018، ومددت لحاكم المصرف المركزي رياض سليمي من دون أي اعتراض في حكومة الوحدة الوطنية، وفتحت الباب أمام التوظيف غير الشرعي للآلاف تمهيدا لانتخابات 2018 وتكريس لارتكابات مخالفة للدستور كالإقرار بما سمي بحق الشيعة الدائم بوزارة المال لتحصل على التوقيع الثالث وغيرها من أعراف القضاء على ما تبقى. وعلى الرغم من المؤشرات التي بدأت تقول أن العد التنازلي للانهيار الكبير أصبح بالأشهر وليس بالسنوات، عطل تأليف الحكومة بعد انتخابات 2018 تسعة أشهر بصراع البزنس as usual على الحصص. وعندما أصبح العد بالأيام لا بالأشهر في آب 2019، لم يردعهم لا العد ولا الأيام، فلا طوارئ ولا قرارات استثنائية للنأي بالبلد عن الموت المحدق، بل قرار بشراء مبنى لشركة تاتش لا تحتاجه في وسط العاصمة ب75 مليون دولار، فيما كانوا يتناقشون في كيفية الاقتطاع من الأجور وزيادة الضرائب. هكذا تكون رواية انهيار متعمد. إن مصرف لبنان يؤكد مجددا سلامة ومتانة القطاع المصرفي في لبنان. حيثما تكثر القوانين يزداد الظلم. كيف لقول كهذا أن يقارب الواقع؟ وكيف للقوانين أن تكون تعبيرا عن نقيضها؟ لبل أن يصبح القانون نفسه استهزاء بعلة وجوده، أي تحقيق العدل. لبنان يشرح كيف. مع انهيار البلاد ماليا واقتصاديا وسياسيا وانهيار الشعارات الوجودية الفارغة لحقوق الطوائف معه، بسرعة انهيار سعر صرف الليرة اللبنانية عام 2019، كان لابد للزعماء الإجابة عن سؤال ملح: كيف نعيد تموضعنا أمام الغضب الشعبي المنتشر بسرعة انتشار جائحة كورونا من دون تهديد مواقعنا في الحكم أم خسارة مصالحنا المالية لتصحيح الانهيار؟ وإذ بالجواب على شكل إسهال في قوانين الإصلاح ومكافحة الفساد. أقر قانون استعادة الأموال المتأتية من جراء الفساد المعروف بالأموال المنهوبة. إسهال بفيروس الإصلاح، وكأن سبب الفشل في مواجهة الفساد في لبنان هو نقص القوانين. عملية الجشع المالي للطبقة الحاكمة صار أعلى بكتير من الصح حق بالصحة والحقوق الأساسية للمواطنين، وهيدا شايفوه المواطنين بعينيهم. مجلس النيابة عم يتحمل مسؤولياته بمجموعة من القوانين المتعلقة بحياة الناس. قوانين جميلة تقر بالجملة بشرط واحد: أن تكون غير قابلة للتطبيق. احكوا يا خي، سكروا الدنيا، خربوها خي، والله كتير هالقد ما حدا عم بيعد فينا. الدواء اللي منجيبه بعشرة اليوم حقه 200. أما قوانين ضرورية كالكابيتال كنترول وإقرار الحسابات المالية وخطة مالية واقتصادية، فهذه لا مكان لها في مهرجانات الإصلاح. ما في شيء بيوقفنا. الخبث في الشعبوية لتصوير أن الأزمة سببها نقص في القوانين، لا أن المشكلة ليست في نقص القوانين بل بكثرة الرؤوس التي تعلو فوق المحاسبة ولا تخضع للقانون. وهنا الأمثلة كثيرة.
لنعود إلى الاغتيالات التي لم تتوقف منذ 16 عاما بالحد الأدنى، والتي لا خواتيم قضائية وقانونية لها، ولا إلى جرائم الحسابات المالية منذ ما يقارب 3 عقود، حيث قد يقول قائل إن هذه قضايا كبيرة. فلنعود فقط إلى حوادث موثقة بالصوت والصورة من ماضينا القريب. مرة توجه فرع المعلومات لتوقيف الوزير السابق وئام وهاب على خلفية قطح وذنب رئيس الحكومة سعد الحريري يومها. حصل تبادل لإطلاق النار وسقط من الضحايا من سقط، لا حسب الفرع ولا حسب وهاب. الآن اختلف الوضع، الآن القرار بإيد السيد حسن يحكم معه. ومرة حصل إطلاق نار بين حزبيين وموكب وزير في قبر شمون، وسقط من الضحايا من سقط. الخاتمة لا قضاء ولا من يحزنون، بل في هذا اللقاء وعلى من يحب السلام. ومرات مرات ظهر غضب الأهالي بإيحاء أحزاب السلطة على متظاهرين في مناطق مختلفة وفي أوقات مختلفة، ومن قبل ناس لا ملثمي الأوجه ولا مجهولي الهوية. ماذا في نتائج أحداث الطيونة؟ وماذا في انفجار المرفأ؟ وماذا في سرقة أموال اللبنانيين جميعاً؟ وغداً تقول لنا لجنة النيابية أن الحل كل الحل بإقرار 4 قوانين تجرم القتل والسرقة لتصطلح شؤون الأمة. أفي ذلك الاستغراب حقاً أم في توقع نتيجة أخرى بعد أن ائتمنت البلاد لمن تسلق الحكم بالقتل على الهوية وتكديس الثروات على دماء اللبنانيين؟ الاستغراب هنا. التاريخ لا يعيد نفسه، ولكنه على نفس القافية، وكثيرة هي القوافي المكررة ولكن غير المقدرة قدراً. فوحدهم الذين لا يعرفون تاريخهم مقدر عليهم تكراره.